تتميز اللغة العربية من بين اللغات أنها من أقدم اللغات في العالم، فهي لغة القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، وما زالت من اللغات المستخدمة بين العرب والعجم إلى وقتنا الحاضر، ولله الحمد، مما جعل الأعاجم يتعلمونها بسبب ارتباطها بالدين الإسلامي، وكان العصر الذهبي لهذه اللغة انتشار الدين الإسلامي إلى العالم، وبالرغم من العولمة وظهور المصطلحات الدخيلة وفشو اللغة العامية، إلا أنها تنتشر بين الناس، وهي المرجع الأساسي في التعليم ووسائل الإعلام والمحافل الدولية، ولذا تتميز اللغة العربية بقدرتها على التكيف والإبداع في مختلف العلوم، كالهندسة والجبر والطب والفنون والتجارب العلمية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه من الإبداع في الأدب والبلاغة والتأليف، حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا عدة مؤلفات في ألوان وفنون مختلفة، ومن أبرز هذا النمط كتاب عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي. فاللغة العربية لا زالت لغة العلم والتواصل، ومن أبرز مميزات اللغة العربية تصريف الكلمة الواحدة إلى عدة صيغ، فمثلا كتب يكتب، كاتب مكتوب، كتابة كتب، وتعدد أيضا الأسماء للمسمى الواحد. فمثلا الأسد له عدة أسماء، بل أوصلها بعضهم إلى 500 اسم، أين نجد هذا في اللغات الأخرى؟ ومن تميزها باللغات حركة الكلمة تغير المعنى، الحركة فتحة ضمة كسرة تغير المعنى. فمثلا في قوله تعالى في سورة التوبة قال تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فإذا قال الإنسان بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام في رسوله، فقد عطف الكلمة رسوله على المشركين، فيكون تفسيرها نعوذ بالله كأن الله بريء من المشركين ومن رسوله. وأما الرفع ورسوله فهي معطوفة على الضمير المستتر في قوله بريء، فالله ورسوله بريء من المشركين. وهذا يدل على فهم اللغة العربية، واللغة العربية بها يفهم الإنسان معنى القرآن الكريم. وعندما فهم الصحابة رضوان الله عليهم أسرار اللغة في القرآن الكريم خشعت قلوبهم وذرفت دموعهم واستقامت حياتهم وأرضوا ربهم وصلحت شؤونهم من ذلك.